وحول هذا الموضوع أكد سعادة النائب أحمد الدمستاني عضو مجلس النواب، أكد خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة أثلج صدور جميع أبناء البحرين لما يشكله من رسالة إنسانية في صون وحماية حقوق الإنسان. القانون الذي أثلج صدور الآباء والأمهات في مملكة البحرين وابتسامة الأم والأب التي ظهرت حاليا على قنوات التواصل في السوشيال ميديا هي بمثابة رسالة إلى الجميع المقيمين في البحرين أن قيادتنا بخير ونحن موالين للقيادة الرشيدة، وكل ما تقدمه القيادة لأبنائها اللي طلعوا من هذا السجن بشكل جيد وبانت الصورة للجميع، وحقوق الإنسان أيضا كانت موجودة وساهمت في نشر ما تم تداوله في السوشيال ميديا. ولا أنسى في هذه المداخلة سعادة وزير الداخلية الذي أيضا ساهم بشكل فعلي وسريع في تلبية هذا المرسوم